هو الجديد لي في الجدار علشان هجمة ضاعت. وقت المباريات أنا ما أعرف اللي حولي. لكن إذا أنتهت المباراة أبشر بي. أنا كسرت جوال وكسرت شاشة بلازما. قلمي ترى. لا وكسرت ريموت. إي والله. وبعدين أقول يا أخي وش الأخبار؟ بدوش. لا بالغت بدوش. والله العظيم. والله أنت اللي ركبت الشاشة في بيتهم. أنا شريت جوال. أخس هدية. أبعلم وش المشكلة؟ شوف هو المشكلة عندك. بعطيك إيه هذا بدوش. غلط أنا أقول غلط يا عبد الله. لا كلامك سيب غلط وش أقولك؟ أنا مستحيل. منتخب لحظة يا سيد دخلت بدر يد في الشاشة بدر وشو؟ وبلاي ستيشن والله يا رجل بدر بدر أنا دخلت زد رصيد قلت الطفرة اللي فيني في المباريات بتخف إذا طلعت من زد رصيدك تابعت مباريات ترجع نفس النرفزة اللي وقت المباراة زياد أبا أزيد حاجة أنا مستحيل أناظر المباراة هلال برا البيت حلو مستحيل والله ما استمتع ما شفت إلا مرة واحدة جاني بدوش في الخارج رحنا فيها والله ما استمتع بلا قدني في الملعب وشوف هذا دايم في الملعب ذا هذا يجيش الهوب تكفى يمين يسار لا والله اني ما نمبسط شباب من جميع الأندية يلا 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 النقاش عند احمد الحبشي يقول العذر السموحه بس لا لا اسمع جاء الدور عندك يقول وش اخر حد عندك وتوقف بعد الجماهير في التشجيع يعني متى تسكت ومتى ايش تتكلم شوف متى تقول لا خلص المباراه نقعد على عمري اعطيك من الاخير انتهى هذا يعني وقت المباراه ما عندك سقف ما عندي سقف وقت المباراه وبيني وبينك انا الذ شيء اتابع المباراه لقيتني في البيت مع ابوي واخواني حلو هذا اجمل شيء ثم احب اطلع لحالي اروح الملعب يعني يروح معي واحد او اثنين ياسر عباس زي كذا زي كذا لا مو بس عباس شايفين صوركم الا والله انا تابع صدق قصد اسمح خلينا نعلم حد هذا بيبك الهلال يعني هو كذا عادي شوف اي عادي في ريحه عقد بقول لك انا ما انقد على نفسي الا لقدني ايه لقدني عقب المباراه اقول ايش عصب مباراه الهلال وسدري قمت اتوضا لا هذيك قمت اتوضا صلوا انا لا لا هذيك صليت والله على المملكه وقف قلبي لا شيء هذيك خلاص هذيك طيب لحظه مين بزين الشغله لا بس احنا شو نقول نقول مين بزين احد يسمعني قلنا كان الكلام عندك وتكلم بدوش قبل تفضل انا والله متعصب جدا لنادي متعصب جدا لنادي حقي حلو زمان لما كنت وطني بتبوك صوتك كيف صوتك يا معاذ مره صوتك واطي اقول يا شباب شغلنا سبيكر يا شباب ايام زمان كنت متعصب جدا للنادي حقي وكنت اسوي اشياء طفوليه طفوليه صرفية يعني اكسر الشاشه و باي مرحله عمريه صغير جنبي الله الله فاكسر الدنيا واخرب الدنيا لما كبرت شوي النادي حقي اللي انا اشجعه حتى مباراته ما تابعه ابدا يعني عندنا انشغالات اكثر من كذا خلصت الجنيدي عند الله نواف ليش والله ليش لسبب واحد اللي هو لانه ما يولد الا حقد حسد حتى انا ممكن اخسر خويي بسبه صح نادي يا حبيبي خلي النادي لحاله الى الان خل خوي جنبي الى الان تتابع اتابع بس لكن هادي. لكن فاز ولا ما فاز كله استوت عندي بس خنزير ما خالف انا يا حبيبي والله اني ما انبسط الا انا اشوفها في زحمه عالم عندي 55 بوصة في الاستراحة عندنا شاشة ما شاء الله ما جمع أخويانا كلهم الهلالي والنصراوي والأهلاوي والاتحادي ذاك اليوم نهبها سمره نذبح النتيس سعنوني يا سلام ونشوف حتى لو انك مهزوم حتى لو اني مهزوم الله الذي لا لا أكل والله ما ينفعني بكرة سؤال احنا في هدة دايم سعد خالد معليش انت تناقش مع واحد غير فريقك وش آخر شيء توصله في سب في شتم في لعن في في يعني في زعل للناس اللي معي جمثلية. لا والله ما اجيهم لا اذا لا والله ما اجيهم في نقاش في نقاش حاد صح في نقاش لكن ما توصل ان مده يد ولا اتكلم عليه ولا ازعل منه شوف في طريقه حلوه دائما ابوي يسويها انا اشوف انه يفطمنا منها اذا شاف اننا مجمعين قبل الصلاه عند التلفزيون طبعا يقيم الامام يقول من هي مباراه اليوم فنقول والله الفريق الفلاني مع فريقنا يقول الله لا يوفقهم ان شاء الله انكم تنغلبون ان كان ما قمتوا صليتوا فزوا اللي رجال يقعد في البيت والله اني اسوقهم بال والدبوضه والدبوضه اني اسوقهم بلين ثم استغفر الله انا واه ابو حافه والله الله يرضى عليك هو هلالي والله انا جاي اسمع الرصيد كان زياد ما تصور شخصيه
حلو. يعني على النادي حقه ممكن اقول تسمعني ها تسمعني ها اصبت تسمعني ولا لا؟ حلو. انا فوق بعيد يعني. بس ما يتولد من دخل سنه كذا ممكن بس اقول كذا. طيب ما يتولد من دخل حقد وحسد وانه لا لا ما فيها ما توصل. لا طقطقه بس. طقطقه ناعمه يسمونه. حلو. تسمعني بس كذا. تسمعني يا تفضل عمران. الثامن قصدي لا. عمران بدر لا تكلم انا شاركت. تفضل بدر تفضل. انا متعصب خاصه. والله انا متعصب جدا. لا الان والله انك متعصب. والله الان. صح. طيب وش اخر شيء توصل فيه؟ لا مو لا مو اني افصل ولا بس ممكن بخسر خوي والله بس شوي خلاص نتناقش شخصيا اي والله وتوصل لمرحله اني ما اسبه لا ممكن اسب نادي عيارات النادي ما ادري وش انت فريق لك كذا وانت فريق كذا صح كذا تسويه؟ اي والله لا صح اللي تسويه كذا يعني لا غلط حلو غلط من افهم انه غلط بس اعطونا حلول تتفون يا شباب اعطونا حلول طبيعي مباراه طبيعي طيب احلى متابعه هو انت بعد الملعب ولا في البيت؟ شوف بعض المباريات الحساسة في البيت احتاج دقائق اتفرج لوحدي يا حبيبي لا تستأذن من احد ابدا ايش عندك لا لا خليك تفضل احمد كرت احمر عادي تفضل طبعا انا كنت متعصب لكن الان على خفيف بسبب مرة حضرت مباراة الاتحاد و الوحدة لا والاهلي الله انت معي عبد الله ولا انت اللي قصرت التذاكر خليه يجاوب ايوه فرحنا مع بشكة الشباب وكانت المباراة في نهاية عفوا موقع ولا في اسيا والله نص نهائي اسيا طيب اوف وبعد المباراه كانت المباراه الذهاب ولا الاياب معليش الاياب اوف كانت تعتبر مباراه في ارض الاهلي اللي انتهت 1-0 لما خرجنا تاهلنا احنا كنا يمكن تقريبا 9 شباب الاياب فقامت غشنا قامت غشنا اي والله اخس غشنا فواحد من الشباب الحمد لله ربنا شفاه عافاه يعني هو اللي كان مره حموقي قاعد يسبسب ومش عارف ايه فكان له علقه محترم ودخل لا طيب صح كذا صح كذا خطط. انا من يومها يعني قلت اللعيبه سواء فاز ولا انهزم صح. ايوه يعني انا احد القلب اللي يعني فاضي اوكي ان فاز صفقت ان انهزم يعني في الاخير هو ماخذ راتبه مستانس وحنا اللي لا يتكي يستراح يلعب بلوت وانت شغلت الطواري في المستشفيات تفضل محسن والسكرتي حق الملعب ايش والله اي والله انا والعطيوي والله ولين حقهم كور الكوره او بين الجماهير الى حد توصل معه في النقاش الحمد لله ايش على سقف هذا سبي سب في شيء تم يعني ها والله شوف انا بالنسبه لي انا متعصب للنادي الهلال اوكي لنادي ما في العراجه بس ايوه عرفت في اثنين في العراجه كيف